ولعل هذا المكتب ما هو الا فيض من غيره. يعني الحمد لله لكان هذا المكتب شاءت الاقدار الالهيه على انه يمثل هذه الفيدراليه، فاحنا كنقولوا من هذا المنبر ان هذه المسؤوليه هي تكليف وليست شريف. فكل واحد الحمد لله لا توفق هنا خارج شي منصب خصو يعرف من الان انه راه تيحمل على العاتق ديالو امانه، وتيحمل على العاتق ديالو واحد المسؤوليه جسيمه وكبيره في تطوير وتحريك الديناميه التجاريه بمدينه اسفي. انتم كتعرفوا ان مدينه اسفي الان هي مدينه تجاريه بشهاده التاريخ، وانها تعود الى قرون وليست والده اليوم. بهذا انتم راه كتمثلوا مدينه صراحه، مدينه اللي كتشرفكم، ومدينه اللي معروفه عبر التاريخ، واللي بغى يقرا التاريخ التجاري، ماشي كنقراو التاريخ الزمني ولا كنقراو التاريخ التجاري ديال مدينه اسفي، يرجع غير الجوجل ويفتح وراه غادي يشوف مدينه اسفي راه كانت عريقه في الميدان التجاري، ودازوا تبارك الله هنا ناس قبل منا. ولكن حنا الحمد لله الا وفقنا الله اننا ناخذوا هذه المسؤوليه وهذه الامانه، فمره اخرى كنقول راه ماشي تشريف وانما هي تكليف ومسؤوليه. السلام عليكم، كيف ما كتعرفوا الاخوان هذا هو اول لقاء اللي غادي ندرناه من بعد تاسيس الفيدراليه، اللي هو كيتعتبر اول لقاء رسمي اللي كنتمنوا من الله دار واحد الاضافه. هذا الفيدراليه اللي توجدات دار واحد الاضافه في العمل الجمعوي في مدينه اسفي، خصوصا وان القطاع كيعرف مجموعه من الكراهات، مجموعه من المشاكل. هذا القطاع اللي هي في حقيقه مشاكل كانت قبل، هي تراكم ديال مجموعه ديال السنين، ولكن من جات هذه الجائحه ديال كورونا عرات لينا على هذا الواقع المرير ديال اللي كتعرفوا هذا القطاع. كما قلت كنتمنوا من الله دار واحد الاضافه، دير هذه الاضافه هذه الفيدراليه. ربما بزاف ديال الناس كيعرفوا ان راه كان واحد المعرض اللي كيتقام كل سنه، اللي كان ربما كانوا فيه دورات، ما عنديش معلومات بالضبط شحال ديال الدورات اللي دازت فيه. يعني هذا المهرجان هذا علاش ما كاينش؟ علاش ما نحيوش حنا كفيدراليه تكون عندنا الجراه اننا نعاودوا نطالبوا انه يكون عندنا واحد المهرجان اللي كبير كيمثل التجاره داخل مدينه اسفي؟ وهذا ان شاء الله الا بغى يكون خصو يكون بواحد التعاون ديال الاخوان وكذا ديال المكتب، لاننا نرجعوا نبينوا ان مدينه اسفي تستحق انها تكون واحد المدينه اللي كلشي كيتكلم فيها. الناس كتجي من الصويره دابا كيتكلموا هذا على سوق نصا، الى هضرنا على سوق نصا ربما راه سوق نصا كيعرفوا الناس في اكادير في مراكش في الصويره، كيقول لك عندكم في اسفي واحد السوق اللي فيه جميع الاثواب جميع كذا، راه كاين عندكم سوق نصا. يعني كاين بزاف ديال الامور اللي ممكن اننا نعاود نحيوها، مثلا شارع الرباط. يعني شارع الرباط دابا كنشوفوا شارع الرباط كيف كان وكيف ولا، يعني شي كيضرب في الخاطر. يعني شارع الرباط خصو يكون دابا شارع الرباط خصو يرجع شارع الرباط كيف كنا كنشوفوه من قبل، ماشي شارع الرباط ديال دابا. حنا ما كرهناش اننا نشوفوا شارع الرباط داك الشارع التجاري اللي كانوا كيدونا والدينا يكسونا منه، صح؟ كان باب الشعبه وكذلك، يعني بزاف ديال الامور التجاريه اللي في مدينه اسفي كانت مزيانه وتدهورت مع الوقت. وكنتمناو اننا بهذه الفيدرالية هذو بكم انتم الاخوان ان شاء الله انها ترجع مدينه اسفي ديك المدينه اللي كنا كنشوفوها ملي كنا باقيين صغار. ما بقيناش بغينا احنا مدينه احسن من ملي كنا، حنا ولينا بغينا نشوفوها مدينه اسفي تجاريا كيف كنا ملي كنا كنشوفوها ملي كنا باقيين صغار. هذا الشيء اللي كنا الفيدرالية هو هدف، يعني كما يقال عندنا خاصة اننا اللي في هذه اللحظه حنا اللي كان عندنا فيها اللي كان الدور على ديالنا، يعني خاص باعتبار اننا انتخبنا على سياده الرئيس اللي هو السي عبد الغني دغيوي الله يكمل بخير، اننا بغيناه يكون واحد الرئيس اللي كنتمناو انه يكون في المستوى اللائق ديالنا، ولكن باش بالعمل وبالتسير بالتواصليه، لاننا ما كانش عندنا التواصليه في اطار اللجان راه ما كانش نلفوا نمشوا بالمدينه كما بغينا، لان المدينه عندنا كاين واحد التهميش كنعيشوه وهو التهميش بواحد الشكل ان يعني يرتلى. الداعي عندك ان الامور امامنا قاتمه، ولهذا خصنا العمل عمل متواصل على اساس ان شاء الله اننا نهضوا بالمدينه، لان احنا المدينه الحمد لله عطرت نهضه، ولكن خاصه ان التاجر يعاني ويعاني كثيرا من جانب التهميش، من جانب البنيه التحتيه، من جانب ظروف يعني تحيط بالنيه من اليسار. اذا فان شاء الله كنتمنى من سياده الرئيس ديالنا انه يكون عند حسن الظن ديالنا وانه يقل مستوى التاجير ويرفع المقدورات ديالنا ان شاء الله، وهذا ما نتمنى. وشكرا. نرجع للتاريخ، راه مدينه اسفي راه مدينه يعني كنمر منها مجموعه من القوافل التجاريه باعتبار الموقع الجغرافي ديالها، الى درجه ان راه ولا يعني الخط ديال الناس اللي كانوا كيمشيو للحج كيدوزوا منه كانت التجاره كبيره.
وكما قال الاستاذ عبد الحق مره اخرى كنقولوا بالله حنا راه بينا كنقلبوا غير على القنوب كما كنا في الماضي وماشي كنضلوا احسن من هذا الشيء. وهذا الشيء راه ما كيفرحش. المهم وفقنا الله فيما فيه خير للبلاد والعباد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى جاهدين ان يوفقنا ويسدد خطانا. وما ننسوش بالمناسبه اننا نرفعوا القبعه للجنود الاخوان ديال اللي كاينين في الصحراء المغربيه اللي هما كيدافعوا على ارض الوطن. احنا كنامنين في ديورنا سادين هنا، هما كيدافعوا هنا من هذا المنبر. حنا راه لابد علينا اننا نشجعوهم. وما ننسوش الاخوان كذلك بمناسبه الاستقلال، الاستقلال ديال البلاد ديالنا، كنبغوا ما ننسوش هذه المناسبه هي كذلك. فيهم الاولاني الاتات المنزليه، يعني كنطلبوا هاد الناس هادو يلتحقوا بينا يعني باش يدعمونا. حنا الفيدراليه هي متنوعه، ما فيهاش يعني تاجر واحد ديال الملابس ولا، فيها جميع القطاعات الحمد لله. وكنتمناو ان شاء الله القدوم ديالهم ان شاء الله غادي يدعمونا وغادي يزيدوا القدام. وحنا بمصلحه التاجر، حنا هادشي كامل الفيدراليه دار باش تحمي التاجر، لانه حنا باش عرفنا وصلنا يعني القيمه ديالنا في الوقت ديال الجائحه ديال كورونا، يعني عرفنا حنا بزاف الحوايج ضايعين فيها. الله تعالى وبركاته. اولا هو كنشكر القضاء ديال الفيدراليه كاملين، وكنبغي نوصل الميساج باننا حنا كتجار يعني اننا درنا الفيدراليه على اساس باش ندافعوا على المدينه ديالنا وندافعوا على التاجر بصفه عامه. لحقاش عشنا واحد الغصه وعشت شي مراحل اللي دوزناها في هذه الجائحه، لان خلاتنا اننا نتجمعوا ونبينوا على ان الشجاعه ديالنا وندافعوا على المدينه ديالنا. فلهذا انا بغيت الفيدراليه تمشي بالمدينه القدام، ولماذا اننا ناقروا التاجر ونوصلوا التاجر لواحد المرحله من الوعي باش يعرف جميع الحقوق اللي خاصه في تكون عنده، ولماذا اننا نزيدوا بالمدينه القدام. شكرا. كبير لينا انه كاين اخوان تبارك الله في الفيدراليه اللي هما ناس طيقه وناس اللي هما عندهم كفاءه والناس اللي غتخدم ان شاء الله على الفيدراليه هذه اللي خرجت للوجود. وبالنسبه للكلام راه الاخوان جميع المواضيع تطرقوا ليها خارجين بالتوافق ان شاء الله الحمد لله، ما يعني ما كاينش. وبالنسبه كناكد الكلام ديال السي عبد الحق على القضيه ديال الخيرات، راك عارفين دابا باسباب الحمد لله بسبب ديال الكورونا الناس كاين ازمات وداك الشيء، راينا انه هو تكون ان شاء الله بالمجان باش المنخرط والتاجر تا هو يتبوك تعطينا ديك الثقه ويجي ويجيب تا هو افكار معاه. وهذا مكان كنشكر جميع على المرافقات.